تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه من سعاده الدكتور محمد بن مبارك جمعه وزير التربيه والتعليم بمناسبه نجاح حفل افتتاح دوره الالعاب المدرسيه الدوليه البحرين 2024 والتي تحتضنها مملكه البحرين خلال الفتره من الثالث والعشرين الى الحادي والثلاثين من اكتوبر 2024.